هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام. أنا سأحدثكم عن قصص جحا. لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. فاستمعوا إلي لأروي لكم الحديث المحبوب عن جحا وبقرة فهيم. في يوم من الأيام استقبل جحا صديقه القادم من مدينة بعيدة، التاجر فهيم، في منزله، وجلسا يشربان الشاي ويتحدثان عن أعمالهما. وفيما تعمل هذه الأيام يا جحا؟ في أعمال متعددة أتقنها على مر السنوات، فأنا أبيع البيض والفخاريات، وأعيد ترميم الأواني القديمة، وأتاجر أحياناً في معدات الخياطة. وماذا عنك يا فهيم؟ حولت أعمالي إلى تجارة الحليب وتجارة مزدهرة. ومن أين تستورد الحليب؟ لا أستورده، بل أعتمد على أبقاري. وهل اشتريت أبقاراً يا فهيم؟ اشتريتها، وكانت صفقة العمر، وانفتحت في وجهي أبواب النعيم، وأصبحت من أهم تجار الحليب في مدينتي. يبدو أنها فكرة سديدة. وبعد أن شرب جحا مع صديقه الشاي وتناولا الغداء، ودع فهيم جحا، وأخذ جحا يتجول في حديقة المنزل ويقلب في رأسه أمرا. وحين خرجت كريمة لسقاية زهورها رأته شارد الذهن فسألته: فيما تفكر يا جحا؟ في بيع الدجاج. توقفت كريمة عن سقاية الزهور ونظرت إلى جحا في استعجاب: ولم ذلك؟ لأشتري بقرة كصديقي فهيم يا عزيزتي. وما حاجتك للبقرة؟ يمكننا الاستفادة من حليبها يا كريمة وبيعه وتحقيق أرباح طائلة. لكنك لا تفقه شيئا في تربية الأبقار يا جحا. وما الذي يتطلبه الأمر يا كريمة؟ لا أظن أنه بهذه الصعوبة. أرى أنك يجب أن تفكر جيدا في خطوة كهذه يا جحا، فأنت خبير في تربية الدجاج، ولكنك لا تعرف شيئا عن الأبقار. الأمر غاية في السهولة يا كريمة، ثقي بزوجك يا عزيزتي. ثم خرجنا أنا وجحا إلى سوق الطيور فباع الدجاج، وشعرت بالحزن لمفارقة دجاج منزلنا. ثم ذهبنا إلى سوق المواشي، وهناك اشترى جحا بقرة كبيرة. ثم عدنا إلى المنزل، فاستقبلنا كل من أدهم وكريمة، وما أن رأى أدهم البقرة حتى ركض نحوها. يا للروعة، لقد اشترى والدي بقرة كبيرة. ثم قفز أدهم إلى ظهر البقرة التي أخذت تدور في مكانها وتلوح بذيلها بينما ضحك الجميع. وعلى مائدة الغداء جلست العائلة، وسألت كريمة جحا: وما الذي تنوي فعله بعد أن بعت الدجاج يا جحا؟ سأتخصص في بيع حليب الأبقار يا كريمة. لكنك تكسب جيدا من أعمال أخرى تجيدها. ربما آن الأوان لأحذو حذو صديقي فهيم وأوسع أعمالي. والأواني الفخارية ومعدات الخياطة؟ أفكر في بيع البضاعة بالجملة والتفرغ لتجارة الحليب. إن كنت قد بعت الدجاج فأرى أن تتريث قبل أن تبيع بقية بضاعتك، فأنت الآن تخاطر في أمر جديد ما زلت تجهل عواقبه. وما الذي يمكن أن يحدث يا كريمة؟ البقرة في حظيرتنا، وسأبدأ بحلبها من الغد. وما أن أشرقت شمس الغد حتى دخل جحا إلى الحظيرة بحماس،
حاملاً معه 5 دلاء معدنية وعيناه تلمعان ببريق الطموح، وخاطب البقرة قائلاً: مرحباً يا بقرتي الجديدة، أرجو أن تتعاوني معي، فوراءنا الكثير من دلاء الحليب لملئها. وما أن جلس جحا يحاول حلب البقرة حتى رفست وأبعدته عنها. عجباً، ما الذي أغضبك؟ ربما ما زلت جديدة وتحتاجين ليوم آخر لتتأقلمي مع الحظيرة. لا بأس، بل ربما هي بقرة كسولة. المهم أن جحا ترك البقرة تستريح يوما كاملا. وفي الصباح التالي استيقظ جحا وجمع أوانيه النحاسية، ثم نزل إلى شارع النحاسين على أمل بيع بضاعته بالجملة. وأمضى جحا اليوم كاملاً على أمل أن يصرف البضاعة دون أن يشتريها أحد منه بالجملة. وبعدها عاد إلى الحظيرة لتفقد البقرة فرافقه أدهم. وحين حاول جحا حلب البقرة لم تكن تدر أي حليب. ما رأيك أن أخذها في نزهة إلى التلال يا أبي؟ فلربما تحسن وضعها هكذا. إنها فكرة جيدة يا أدهم، ولنقترح على والدتك أن تذهب معنا، فهي تعشق المروج الخضراء. ورغم أن العائلة السعيدة خرجت للترفيه عن البقرة الكسولة، فقد اصطحبوني أنا أيضاً. وما أن رأت البقرة المرج الأخضر حتى انطلقت تجري وتلهو وتقفز. وبينما العائلة تستمتع ببعض الشطائر الشهية التي حضرها أدهم مع والدته، لاحظت أمراً يبدو أن لا أحد غيري تنبه له. لقد اختفى صوت البقرة. يا إلهي، أين ذهبت البقرة؟ فاقتربت من جحا فنكزته بذيلي فحملق في قائلا: ماذا تريد يا شلهوب؟ ألم تعجبك الحشائش الخضراء؟ ربما يريد تذوق الشطائر. وضع جحا شطيرة أمامي، ورغم رغبتي الشديدة في التهامها أعرضت عنها وتابعت النهيق علّه ينتبه. ثم صاحت كريمة فجأة: أين ذهبت البقرة؟ حمدا لله أن أحدا فهم ما أحاول قوله. تحركنا جميعا للبحث عن البقرة حول التلة التي جلسنا فوقها، فلم نجدها. ثم بحثنا عنها في التلة المجاورة فلم نجدها أيضا. وحين فقدنا الأمل في إيجادها في التلال، خرجنا إلى الطريق فوجدناها تلاحق فراشة زرقاء صغيرة. أين ذهبت يا بقرة؟ لقد بحثنا عنك في كل مكان. لم تبدو البقرة مكترثة بجحا، وبقيت تجري وتلهو حتى اضطر جحا أن يربطها بحبل لنعود إلى المنزل. وفي طريق العودة تحدثت كريمة: ما كان عليك أن تبيع الدجاج بهذه السرعة يا جحا. ولم تقولين هذا يا كريمة؟ لا تبدو تربية الأبقار سهلة يا جحا. غدا أحلب البقرة وأصبح أحد أهم تجار الحليب في القرية. وماذا قررت أن تفعل بالأواني؟ سأحاول بيعها بالجملة مجدداً في سوق النحاس. لقد طاوعتك في بيع الدجاج مرغمة يا جحا، لكني لن أطاوعك في بيع الأواني، فأنت لا تعلم كيف سيسير حال بيع الحليب. لا تستعجل النتائج يا كريمة، أنا متأكد من أن تجارة الحليب ستنجح. وحين عاد جحا إلى المنزل استراح الجميع، بما في ذلك البقرة الكسولة التي قضت اليوم كله في اللعب، ثم جعلتنا نبحث عنها لساعات ولم تعمل. وفي صباح اليوم التالي جاء جحا بدلائه لحلب البقرة فوجدها نائمة وحاول إيقاظها. استيقظي يا بقرتي، استيقظي. فنهضت البقرة من مكانها في الحال وأخذت تنفس عن غضبها بالتنفس بصوت عال. لاحظ جحا امتعاض البقرة ف
فقدم لها حزمة من الأعشاب الخضراء فالتهمتها دفعة واحدة. وهنا استغل جحا الفرصة فتقدم لحلب البقرة ولكنها لم تستجب، فرفع جحا رأسه لينظر إليها وإذا البقرة تغط في سبات عميق. عاد جحا إلى المنزل وعلى وجهه علامات الضيق، فرأته كريمة ولاحظت حزنه. ما لك يا عزيزي؟ لم أتمكن من حلب البقرة، يبدو أنني ارتكبت حماقة ببيع الدجاج يا كريمة. لا بأس يا عزيزي، خذ البقرة وبعها، يبدو أنها لا تنتج الحليب. معك حق يا كريمة، يبدو أنها بقرة كسولة. ذهب جحا مجدداً إلى سوق المواشي وهو يجر البقرة الكسولة، وهناك قصد المحل الذي اشترى منه البقرة ودخل متضجراً، فرآه البائع واستغرب من حاله. ما الذي حدث يا جحا؟ لقد بعتني بقرة كسولة غير منتجة للحليب. ومن قال ذلك؟ انظر بنفسك. اقترب التاجر من البقرة وسحب دلوا، وبعد أن ربت ثلاث مرات على ظهرها وأصدر صوتا يأمرها من خلاله بأن تدر الحليب، استطاع حلب البقرة بمنتهى السهولة. ووقفنا أنا وجحا عجيزين عن استيعاب ما يحدث حتى قاطعنا التاجر بقوله: ربما تنقصك المهارة يا صديقي جحا. يبدو أني لست مؤهلا لتربية المواشي. ثم أعاد جحا البقرة للتاجر واستعاد منه ثمنها، وعاد جحا إلى سوق الدواجن. ويا لحسن الحظ، لقد وجد دجاجاته معروضة للبيع فاشتراها من جديد، وشعر بالامتنان لأنه استطاع أن يعود للتجارة في شيء يجيده ويتقنه. وأنا شعرت بالامتنان أيضاً، لأن الحياة قد أهدتني هدية فريدة لا تقدر بثمن، وهي مشاهدة جحا وهو يتعلم درساً على غير العادة. فقد فهم الأحمق الحكيم أن المرء يجب أن لا يقلد أمراً لمجرد أن شخصاً آخر يقوم به، فما قد يفلح مع غيرنا قد لا يفلح معنا. كان يوماً سعيداً بالفعل، يوم لن أدعه ينساه أبداً. إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا. التفاصيل في وصف الحلقة.